والسلامة. ما زلنا معكم مشاهدين على الهواء مباشرة، نرصد أوجه التغيير في مختلف جوانب الحياة في مصر ومختلف القطاعات في إحيائنا واحتفائنا بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. تنضم إلينا على الهواء مباشرة الآن مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من حي الأسمرات. جرمين، كنت معنا في متابعة سابقة في روضة السيدة زينب وتحركت سريعا إلى حي الأسمرات، أحييك بكل تأكيد. حي الأسمرات نموذج للانتقال من مناطق عشوائية خطرة غير آمنة إلى مدينة سكنية فيها كل سبل العيش الكريم. اليوم في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو أنت تتواجدين من داخل حي الأسمرات، هذه التجربة في أعين من يقطنون هذه المنطقة. نعم، بعد التحية ما زلنا نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة الإنجازات التي تحققت بعد ثورة 30 من يونيو، وخاصة في ملف القضاء على العشوائيات. كما ذكرت كنا معكم منذ قليل في روضة السيدة، الآن نحن معكم من أكبر مشروع تم إقامته للقضاء على العشوائيات وهو حي الأسمرات. هذا المشروع الذي يقع في منطقة المقطم جنوب القاهرة بالقرب من محور الشهيد وأيضا الطريق الدائري على مساحة بتتجاوز 180 فدانا بإجمالي 18,000 وحدة سكنية ويتسع ل 15,000 مواطن. الحقيقة أن هذا المشروع بيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بمساحة 65 فدانا، المرحلة الثانية بمساحة 60 فدانا، أما المرحلة الثالثة فهي بمساحة 62 فدانا. إلى جانب الحقيقة الوحدات السكنية بيتم أو تم إقامة عدد كبير من المباني الخدمية، نتحدث عن وحدات إطفاء وإسعاف وبريد، مبنى تضامن اجتماعي، دور عبادة، مدارس وحضانات، وأيضا عدد كبير من الملاعب الرياضية والمناطق الخضراء، فيعتبر بمثابة مجمع سكني متكامل الخدمات. بتواجد هنا لنقل عدد كبير من السكان الذين كانوا يقطنون المناطق العشوائية لأماكن سكنية أهلة للسكان مليئة بكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن. الحقيقة الملفت للنظر أيضا في حي الإسمارات بشكل خاص أن التطوير لا يتم فقط على الوحدات السكنية أو المباني، لكن أيضا التطوير بيتم للمواطن، فبيتم تقديم بشكل مستمر برامج تدريب بشكل مجاني، وهي تدريب مهني لأهالي المنطقة وللسيدات بشكل خاص على الحرف اللي بيحتاجها والمهن اللي بيحتاجها السوق العمل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتوفير فرص عمل وأيضا دعم إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. أيضا بيتم تقديم دعم كبير لأهالي حي الأسمرات على إقامة مصانع متخصصة في المشغولات اليدوية والملابس والسجاد. والملفت للنظر وكمان الإنجاز اللي بيتحقق هنا في حي الأسمرات أنه بعض هذه المصانع بدأ في التصدير للخارج، فإذا التطوير ليس فقط في المباني ولكن أيضا للمواطن ليكون له دور فعال بعد طبعا ما تم نقله لسكن مليء بكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن. فبيعتبر حي الأسمرات هو مثال حي على جملة حياة كريمة.